صحيفة عرب جورنال نشرت حوارا للأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي، حيث أكد أن تدخل اليمني المساندة غزة شكل خطرا حقيقيا على الكيان الصهيوني والقوى الداعمة له، موجها التحية للشعب اليمني على وقفته الباسلة وموقفه العظيم وعلى دوره الذي يستحق التقدير والإشادة بغض النظر عن أي خلافات على أي مستوى آخر. صباحي قال في حواره مع الصحيفة إن التدخل العسكري اليمني لنصرة غزة يعد خطوة مهمة وهائلة، وقد شكل خطرا مباشرا على مصالح العدو الصهيوني والقوى الداعمة له، وقد أثبت اليمن قدرته على مناجزة أمريكا وبريطانيا. كما أشار صباحي في حواره مع الصحيفة إلى أن اليمن قدم نموذجا عظيما لما ينبغي أن تكون عليه الأمة في لحظة اختيار حاسمة كالتي نخوضها، وقد تلقى ضربات الحلف الأمريكي لكنه صمد وأصر بهذا الأداء العسكري وبالملايين من الشعب اليمني التي تهدر في شوارع صنعاء ومدن اليمن الشقيقة.